Close your tired eyes, relax and then count from 1 to 10. And open them, all these heavy thoughts will try to weigh you down, but not this time. Way up in the air, you're finally free and you can stay up there, right next to me. All this gravity will try to pull you down, but not this time. أول مرة أحضر الكامب هنا، والحقيقة أنا جيت على طلب ليلى بنتي. الحقيقة ما كنتش متخيل إنه الكامب ممكن in 2 days يبقى that beneficial. يعني أنا جيت عشان مور ولاس عشان أسكت الزن بتاع ليلى، بس الحقيقة it made me realize قد إيه إحنا as busy parents ما we don't get to spend a lot of time مع عيالنا، وقد ايه they crave ان هم ان احنا نقضي معهم quality time. حاجة في اليوم بيبقى حاجة اسمها treasure time، بيبقى فيه نصيحة في اليوم بتعلمنا حاجة مهمة جدا في حياتنا، بتورينا الحياة الحقيقية شكلها عامل ازاي. زي مثلا ان انا ابقى مركز على حاجة واحدة مش مركز على كذا حاجة عشان حياتي تبقى متنظمة. وده اللي مختلف قوي عندنا في Wellspring. في الكامبس بنقدر نعلم الاولاد responsibility، for example انهم بيشيلوا الاكل بعد ما بيخلصوا، بيبقوا مسؤولين عن حاجتهم وبيبقوا مسؤولين عن تصرفاتهم وردود افعالهم. بيبقى عندنا كمان وقت اسمه treasure time، الوقت ده بنتعلم فيه values for life.